رئيس الجمهورية يعود إلى نواكشوط قادما من إنجامنا بعد مشاركته في تشريع جنازة الرئيس تشادي. مساهمة في تحسين الوضعية الصحية، وزير الصحة يشرف على تدشين منشأة صحية بمقاطعة ودانا التاريخية. وزير التجهيز والنقل يطلع ميدانيا على بعض الأشغال المنفذة من قبل القطاع في عدد من ولايات الوطن الداخلية. أهلا مرحبا بكم إلى مسائية الموريتانية. مرحبا علي. مرحبا احمد، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. نرحب ايضا باسماء من تعثمان ستصاحبنا في هذه النشره بلغه الاشاره. عاد رئيس الجمهوريه السيد محمد ولي الشيخ الغزواني مساء امس الى نواكشوط قادما من العاصمه تشادية جامينا بعد المشاركه بتشييع جنازه الرئيس ادريس ديبي اتنو الذي وافاه الاجل المحتوم قبل ايام. واستقبل رئيس الجمهوريه بمطار نواكشوط الدولي ام تونسي من قبل الوزير الاول السيد محمد ولي بلال والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية وعدد من أعضاء الحكومة وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية والمديرة المساعدة لديوان رئيس الجمهورية ووالي نواكشوط الغربية ورئيسة جهة نواكشوط. وقد رافق رئيس الجمهورية وفد هام ضم كل من السادة كومبابا الوزيرة المنتدبة برئاسة الجمهورية، إسماعيل ولي الشيخ أحمد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، حنان ورسيدي وزير الدفاع الوطني، عثمان مامادو كان وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، محمد أحمد والمحمد لمين مدير ديوان رئيس الجمهورية، الحسن والأحمد المدير العام لتشريفات الدولة. وكان رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني قد شارك بالعاصمة تشادية جامينا صباح أمس إلى جانب قادة مجموعة الخمس في الساحل والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في مراسم تشييع جنازة الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو. وصل نعش الرئيس إدريس ديبي على متن شاحنة صغيرة ملفوفا بالعلم الوطني التشادي يحيط به جنود من الحرس الرئاسي إلى ساحة الأمة، حيث تمت مراسم التشييع في جو مهيب وسط العاصمة التشادية جامينا. أشرف وزير الصحة صباح اليوم بمدينة ودانا التاريخية على تدشين منشأة صحية جديدة ممولة من قبل خيرية بن عطلة. ستمكن هذه المنشأة الصحية سكان مدينة ودان وزوارها من الولوج إلى خدمات صحية نوعية. منشأة صحية جديدة تتعزز بها المنظومة الصحية في مقاطعة ودان، يتعلق الأمر بالمستشفى الأهلي بالمقاطعة المشيد من طرف خيرية بن عطاء الله. حفل تدشين المستشفى كان مناسبة ذمن فيها وزير الصحة بحضور والي أدرار السيد حداد بالي ترى والسلطات الإدارية والأمنية بالمقاطعة وجمع من المدعوين مبادرة إنشاء هذا المستشفى، مؤكدا حاجة هذا الركن القصي من الوطن إلى مثل هذا النوع من المنشآت ذات الخدمات النوعية، داعيا إلى المحافظة عليها. إن هذه المبادرة التي نرجو لأهلها كل الخير الذي يرجون من الله تبارك وتعالى لتذكر فتشكر وتدل مرة أخرى على روح وطنية التي يتحلى بها رجال أعمالنا ومواكبتهم للسياسة الصحية الرامية إلى تغطية صحية شاملة تماشيا مع تعهدات فخامة رئيس الجمهورية الرامية إلى تمكين كل مواطن من الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة وفي متناول الجميع جغرافيا وماديا.
وستتولى تشغيل المستشفى منظمة هوم الأمريكية بطاقم وطني وآخر أجنبي مقيم، إضافة إلى البعثات المؤقتة. تم تشييد هذه المنشأة الصحية بغرض توفير الخدمات الاستشفائية والرعاية الطبية والخدمات الأخرى المرتبطة بذلك من المساعدة والتثقيف الصحي لفائدة السكان المحتاجين مهما كانت مناطق إقامتهم على التراب الوطني ودون تمييز. وبحكم موقعه الجغرافي فإن المستشفى الأهلي يهدف بشكل خاص إلى توفير الرعاية الطارئة والمساعدة للسكان المقيمين في ولاية آدرا والمناطق المجاورة لها ولأفراد الوحدات الأمنية العاملين أو المتنقلين عبر المناطق المحيطة بها وكذلك السياح والزوار الآخرين لهذه المنطقة. نائب رئيس جهة أدرار وعمدة بلدية وادان أعرب عن غبطة السكان بهذه المنشأة التي من شأنها أن تنهي عقودا من التنقل طلبا للعلاج، مستعرضين جوانب من سوابق معروف خيرية بن عطاء الله في دعم سكان الولاية، مطالبين الوزير بتكملة النواقص المسجلة في بعض النقاط الصحية بالمقاطعة. وقد أزاح الوزير الستار عن اللوحة التذكارية للمستشفى إذانا ببدء العمل فيه قبل أن يتجول والوفد المرافق له في أجنحة المستشفى التي تضم جناحا للاستشارات العامة والأمومة والطفولة وغرفا للجراحة وللحجز بسعة 8 أسرة ومختبرا للتحاليل الطبية وآخر للأشعة والتصوير الطبقي مجهزين بأهم المعدات واللوازم الضرورية، كما يتوفر المستشفى على ملحقات تشمل شققا لإقامة الأطباء. الوزير زار كذلك المركز الصحي بمدينة وادان حيث اطلع على سير العمل فيه والخدمات التي يقدم لساكنة المقاطعة، واستمع من القائمين عليه إلى شروح عن ظروف عملهم والمشاكل المطروحة لهم، حيث ثمن دور الطاقم الصحي في مواجهة كوفيد-19 وتقديم خدمات الصحة القاعدية لسكان المقاطعة، مؤكدا على ضرورة انتظام الحضور وتقريب الخدمات من المواطنين. للموريتانية أحمد معلوم محمد، وادان. ويبقى معنا أحمد معلوم أو أحمد من مدينة أطار عاصمة ولاية أدرار. أهلا بك أحمد معلوم. منشأة جديدة تنضاف إلى المنشآت الصحية في ولاية أدرار، فماذا عن طبيعة ووضعية هذه المنشآت؟ طبعا هذه هي منشأة جديدة لا شك أنها ستتعزز بها المنظومة الصحية الموجودة على مستوى مقاطعة وادان. مقاطعة وادان يوجد فيها مستوصفان من فئة باء، وطبعا تتوفر فيهما الطواقم الصحية الكافية والمعدات الأساسية التي تتوفر في مثل هذا النوع من المستوصفات، إضافة إلى بعض النقاط الصحية الموجودة في مناطق متفرقة. طبعا أن ثمة نقاط تحتاج إلى تجهيز وتحتاج إلى طواقم صحية كمنطقة تجمع قرى البيض وينيمش، هذه كلها نقاطها الصحية تحتاج إلى تجهيز، ولذلك كانت مطالب ملحة لدى السكان. لكن هذه النقطة أو هذا المركز والمستشفى الذي تم تدشينه اليوم والذي يشكل إضافة نوعية سيوفر طبعا خدمات صحية نوعية لسكان هذه المقاطعة، خدمات طبعا لأنه مستشفى مجهز بتجهيزات حديثة فيه بعض من التخصصات الجراحة مثلا، تخصصات خاصة بطب النساء الأسنان، وسيكون أيضا محط لرحال بعض من البعثات التي يتم الاتفاق معها لتنظيم قوافل صحية لصالح سكان المقاطعة. لذا فإنه من المنتظر أن تكون له إضافة نوعية في مجال الصحة العامة على مستوى هذه المقاطعة. هذا المستشفى تم طبعا بناؤه على نفقة أحد الخيرين أبناء المقاطعة، وهو يعكس جانب من توجه رجال الأعمال للاستثمار فيما ينفع الناس ويمكث في الأرض وما ينفع المواطنين بشكل عام، وتطوير الخدمة
الخدمات بشكل عام في الوسط الريفي. عموما المركز أو المستشفى الجديد هو منشأة مكتملة وستكون لها دور كبير في تطوير المنظومة الصحية بشكل عام وتوفير خدمات أحسن للمواطنين. أحمد معلوم الأحمد مراسل قناة الموريتانية، شكرا جزيلا لك، حدثنا من مدينة عطار بولاية أدرار. أدى وزير التجهيز والنقل زيارة لبعض الأشغال المنفذة ضمن برنامج عمل القطاع في عدد من ولايات الوطن الداخلي. الزيارة شملت مدينتي سيلباب والعيون فضلا عن المحاور الطرقية التي تشهد عمليات صيانة وإصلاح. هنا بمدينة سيلباب بدأت أشغال بناء شبكة الطرق الحضرية المزمع إنشاؤها بهذه المدينة ضمن برنامج أطلقه رئيس الجمهورية نهاية العام الماضي. وللوقوف على ظروف انطلاقة سير الأشغال أدى وزير التجهيز والنقل السيد محمد الأحمد والمحايميد زيارة للمدينة بغية الاطلاع عن قرب على سير عمل الجهات المنفذة للمشروع. شبكة الطرق الحضرية بمدينة سيلباب تبلغ 10 كيلومترات مكونة من 5 محاور تنفذ من طرف فرقة الأشغال العامة التابعة للقيادة العامة لأركان الجيوش وبمراقبة من المختبر الوطني للأشغال العامة. الزيارة تمكنت من نقاش السبل الكفيلة بتنفيذ الأشغال في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة والمحددة ضمن دفتر الالتزامات. وبمدينة كنكوصا بولاية الأعصاب حيث تعاني جوانب من الطريق الرابط بينها وعاصمة الولاية من انجرافات للتربة ناتجة عن تدفق مياه الأمطار، توقف الوزير لنقاش هذا الوضع الذي أصبح مصدر قلق يهدد الطريق ومن يسلك جوانبها. وبالمحور الرابط بين الطينطان وعوينات الزبل مرورا بعاصمة ولاية الحوض الغربي العيون كان للوزير توقفات لمعاينة عمليات إصلاح وصيانة الطريق المنفذة من طرف مؤسسة أشغال صيانة الطرق ضمن مهامها المسندة من طرف الدولة. احنا هون تقريبا في المحطة الثالثة والله الرابعة من هاي الزيارة اللي بدأناها من يوم الخميس، واللي تندرج في إطار توجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة اللي يعطي الأهمية الكبيرة لأنه مواطنين الأعزاء يتمتعوا بظروف تنقل ملائمة خاصة في هذه الفترة اللي سابق فترة الخريف، واللي تدخل أيضا في إطار استخلاص الدروس من المشاكل اللي واجهناها في الخريف الماضي والخريف اللي قبله. إياك تعدل إجراءات تمكن لأن ذلك المشاكل إن شاء الله ما تتكرر والله تخفض لأقصى درجة ممكنة. وكان المرور من مدينة العيون سانحة للوقوف على بعض الأضرار التي لحقت بشبكة الطرق الحضرية داخل المدينة والتي منها انجرافات بجوانب متعددة من بعض الطرق داخل المدينة. نظمت نقابة العاملين في مجال الصحة العمومية البيطرية اليوم بنوكشو تظاهرة بمناسبة انعقاد جمعيتها العامة الأولى بحضور ممثل عن وزارة التنمية الريفية. يأتي تنظيم هذه التظاهرة تزامنا مع اليوم العالمي للطب البيطري تحت شعار لضمان أمن غذائي نطور السلالات ونستغل المشتقات الحيوانية. لضمان أمن غذائي نطور السلالات ونستغل المشتقات الحيوانية، تحت هذا الشعار نظمت نقابة العاملين في الصحة العمومية البيطرية جمعيتها العامة الأولى وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للطب البيطري. وزارة التنمية الريفية أكدت خلال إشرافها على افتتاح أعمال الجمعية جهود الحكومة المبذولة في سبيل النهوض بالثروة الحيوانية. بدأت الحكومة بتنفيذ توجيهات السامية الهادفة إلى تدمين وتقية الثروة الحيوانية حيث اتخذت عدة إجراءات نذكر منها مصادقة الحكومة في اجتماعها قبل الأخير على إنشاء صندوق للتنمية الثروة الحيوانية. مصادقة الحكومة في اجتماعها الأخير على إنشاء مؤسسة عمومية تدعى الموريتانية للمنتجات الحيوانية لتدمين منتجات ومشتقات هذه الثروة الاستراتيجية لبلادنا.
رئيس نقابة العاملين في الصحة العمومية أكد خلال كلمته بالمناسبة الدور المحوري للأطباء البيطريين في تنمية الثروة الحيوانية. يتزامن هذا الاجتماع مع اليوم العالمي للطب البيطري والذي نحتفل به اليوم لأول مرة في تاريخ البلد، وذلك لإبراز دور البيطار في المجتمع، ولا يتأتى ذلك إلا بتحسين ظروف العمل للبياطرة بمختلف أسلاكهم ورفع مستواهم العلمي والمهني واستحداث علاوتي الخطر ومنع التفرق وتفعيل السلك الوطني للأطباء البيطريين الذي تعطل خلال السنوات العشر الأخيرة، مما سيعطي لا محالة دفعا جديدا لقطاع البيطرة. هذا وستعكف الجمعية على تشخيص واقع القطاع من وجهة نظر نقابية في مجال تطوير السلالات واستغلال المشتقات الحيوانية وإعداد التوصيات الضرورية لضمان أمن غذائي في ظل المناخ الجاف الذي تتميز به الأراضي الموريتانية. بدأت بلدية لوكسر عملية إخلاء الساحة العمومية والشوارع من هياكل السيارات ونفايات ورشات إصلاح السيارات التي تشوه وجه المقاطعة. كما نظمت البلدية في هذا السياق لقاءات تحسيسية وتوعوية استهدفت أصحاب الورشات وملاك السيارات والمواطنين للمساهمة في إنجاح العملية. بلدية لوكسر تطلق حملة واسعة النطاق لتخليص المقاطعة من هياكل السيارات وأكوام النفايات التي خلفتها ورشات إصلاح السيارات، والتي شوهت مظهر المقاطعة وأثرت على المظهر الحضري والبيئي وأرغمت المواطنين على هجر منازلهم. العملية تم الإعداد لها عبر اتفاق مشترك بين بلدية لوكسر وشركة خصوصية يتم بموجبه شروع الشركة في نقل السيارات المتهالكة والمخالفة من شوارع المقاطعة وساحاتها العمومية إلى أماكن مخصصة لذلك، وفق إجراءات يتم خلالها إشعار ملاك السيارات أولا بضرورة نقل سياراتهم قبل البدء في عملية الإخلاء. وبموازاة هذه العملية نظمت بلدية لوكسر سلسلة اجتماعات تحسيسية مع المواطنين وممثلين عن أصحاب المرائب وورشات طلاء وإصلاح السيارات للمساهمة في إنجاح العملية وتخليص المقاطعة من نفايات السيارات التي شوهت شوارعها وساحاتها. نشاط قراش فاتح في بلاصة مقفولة ومحترم معايير النظافة وفي مكان مرخص له فيه مقفول ويزاول فيه نشاطه ما هو في الشارع، هذا ما يقدر حد يخش عليه ولا يقدر حد يقبل منه سيارة ولا يقدر يقبل منه شيء يسوى شنو به اللي نشاطه حافظه للقانون داخل بلاصة معينة يمارس فيه النشاط. يقارن يعود هامه يفتح بوتيك صغير ويزاول نشاطه في مبدية والله في الشارع والله في الساحة العمومية، هذا ما هو مقبول نهائي. سيكون لملاك السيارات وأصحاب الورشات وسكان المنطقة دور مهم في إنجاح العملية بالتعاون مع جهود البلدية عبر الاستجابة للقوانين التي تم فرضها للحد من الفوضى في استغلال الفضاءات العامة والشوارع في المقاطعة. الناس هربت رحلت هاجرت ديارها، وبالمنا بعض اللي باع دياره بيها قواريش بيه الناس المرضى مشات هاجرت عن المقاطعة وبقات الديار تنفخ ما فيها رجال ما فيها ما بقواريش، وصال بينتير مرضت منه الناس وتعذت منه وشكات منه. وهاي الرواية قد خلقتها قال ما وفعلت وخلقته لا وفعلت، اليوم اختارته فعل بصفة رسمية وبصفة بناء استفاد منها المواطن وتستفاد منها المقاطعة به، للمقاطعة اليوم حد زقنا فيها وشافها ومن أهلها وساكنها يتألم حتى ألم نمتين بحد شاف من النسخ ما يقد هو نفسه ضميره يعطي يسمح له يكون يتكلم. هذا نفس القضية والله ذي الرواية اللي تبخل من الناس كاملة، أنا مودي متمرض منها ما ودي على مستوى الكسر على مستوى نواكشوط كامل والله موريتاني في العمل. وتطمح البلدية من خلال هذه العملية إلى تخفيف النقاط السوداء في مقاطعة الكسر التي خلفتها نفايات السيارات وزيوتها والحد من التأثيرات البيئية لهذه الظاهرة، في انتظار إيجاد حلول جذرية يتم بموجبها نقل هذه الورشات إلى فضاءات خارج العاصمة. أعلنت وزارة الصحة اليوم في إجازة صحفي اليومي تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات شفاء خلال 24 ساعة الماضية.
الصحية فيما لم تسجل أي حالة وفاة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات من ظهور الوباء في بلادنا إلى 18240 إصابة، من بين 17570 حالة شفاء و 454 حالة وفاة. احتضن المجتمع الكبير المقصود زوال اليوم المحاضرة اليومية ضمن الإحياء الرمضاني الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي. تناولت المحاضرة في جزئها الفقهي موضوع القرآن وأثره على حياة المسلمة، بينما تناول شقها الطبي الأمراض المصاحبة للصيام. القرآن وأثره على حياة المسلم عنوان المحاضرة التي ألقيت بالمسجد الجامعي ضمن برنامج روضة الصيام لهذه السنة، حيث بيّن فيها الأستاذ المحاضر والإعجاز القرآنية مع ما يشهده العالم من تقدم. هذا القرآن ختم الله تبارك وتعالى به المعجزات، ولكل نبي معجزة، ومعجزة سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن، فهو يهدي التي هي أقوم، وهو بشارة للمؤمنين، وفيه يقول تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فتارة يسمى الكتاب وتارة يسمى القرآن، وتحدى الله تبارك وتعالى الإنس والجن بهذا القرآن: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أما الركن الطبي بهذه المحاضرة فقد تحدث خلاله الدكتور محمد المصطفى والإبراهيم عن الوضعية الصحية للبلاد بشكل عام وأثار جائحة كوفيد-19، مذمنا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مواجهتها مطالبا بالالتزام بتلك التوصيات. إلى جانب ذلك تطرق الدكتور لأمراض الفم والأسنان، مشيرا إلى ضرورة إجراء الفحوصات في الوقت المناسب تفاديا لأي مضاعفات قد تنتج عن تلك الأعراض. الحضور بدورهم ذمنوا مثل هذه المحاضرات خاصة في هذا الشهر الفضيل. المحاضرات الحقيقة مفصول فيهم خاصة في هذا الشهر الفضيل، ركعتين المحاضرة اللي تتكلم عن القرآن وأثارها، معروف عنه شهر القرآن. القرآن عظيم، يجب على كل مسلم أن يملأ صدره منه ويتدبره ويتدبر معانيه في هذا الشهر المبارك. وتأتي هذه الدروس ضمن المسطرة الرمضانية التي تشرف عليها وزارتي الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ووزارة الصحة ضمن الإحياء الرمضاني لهذا العام. وفي ولاية تكانت ترأس والي الولاية بمدينة تشجج اجتماع اللجنة الجهوية للطوارئ بحضور بعثة من المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات. يأتي هذا الاجتماع وفي إطار مشروع الحد من خطر الكوارث بدول الساحل. يهدف هذا الاجتماع إلى المصادقة على نتائج مسح الآثار السلبية لجائحة كورونا بولاية تكانت، وذلك في إطار مشروع الحد من خطر الكوارث في الساحل مكونة كوفيد-19، والمنفذ من طرف المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية والسلطات الجهوية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار أنشطة اللجنة الجهوية بالولاية لتسيير حالات الطوارئ حسب السلطات الإدارية هنا. موضوع نقاش للاجتماع الذي هو لا يعود أساسا حول الوضع بشكل عام في الولاية، وضع الكوارث كذلك لا تعود ملي نقاش ذيك المسوحات اللي يلا عود قام بها، بالإضافة لأن ملي لاه نوقعوا ذاك المقرر اللي منشئ للجنة الجهوية اللي بدون ما لا يعود عندها إطار قانون اللي قدش تقال به. المرحلة الثالثة من هذا المشروع تضمنت إعداد مسوحات في مجالات من بينها الحالة المعيشية للساكنة في ظل الجائحة. تعد هذه المرحلة الثالثة من المشروع وتتمثل في العرض والمصادقة على نتائج المسوحات التي يقيم بها داخل عاصمة الولاية في مجالات التالية: مسح من أجل تحديد حاجيات المصالح الجهوية، مسح آخر من أجل معرفة الحالة العامة المعيشية للمواطن والمتعلقة بتموين السوق وتأثيرها بالجائحة. لقد مكن هذا البرنامج خلال المرحلة المصارمة من إنجاز ما يلي: الإعداد والمصادقة على مقررات جهوية تنظم عمل اللجان الجهوية لتسيير حالة الطوارئ، اكتساب وتكوين مدققين من أجل إعداد مسوحات داخل عاصمة الولاية،
انتداب وتكوين مشرفين من داخل الولاية من أجل إشراف على عملية المسح. وفي ختام هذا الاجتماع أصدرت اللجنة الجهوية لتسيير حالات الطوارئ بولاية تقارد توصية بضرورة وجود ممثلة للمندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات بعاصمة الولاية. لقناة الموريتانية الشيخ أحمد دول الطلبة من مدينة تججة. أشرف والي تكانت السيد المختار والحندية مساء أمس بمدينة تججة على انطلاق عملية توزيع سلال غذائية مقدمة من قبل مفوضية الأمن الغذائي لصالح 120 أسرة محتاجة في المدينة، وتعتبر هذه العملية جزءا من حملة ستشمل كافة بلديات الولاية. وقد ذمن المستفيدون من هذه التوزيعات المجانية اهتمام السلطات العليا في البلد بهموم المواطنين عموما والطبقات الهشة بصفة خاصة في هذا الشهر الكريم، والأرضية الصحية الخاصة داعين إلى مواصلتها وتوسيع دائرة الاستفادة منها. والي الولاية أكد أن هذه العملية تدخل في إطار جهود السلطات العمومية الرامية إلى تحسين أوضاع المواطنين الأقل دخلا. احنا اليوم في إطار التوزيع المجاني المقدم من طرف الحكومة لصالح الأسر الفقيرة والمحتاجة على مستوى ولاية تقانت، واللي استفادت منه 1000 أسرة، وتم تقسيم هذه السلات الغذائية اللي تضم المواد الأساسية، تم تقسيمها انطلاقا من معايير متفق عليها بين البلديات ورؤساء الأحياء، بحيث يتم الاتفاق على أنه تقدم فيه الأسر اللي عندها حاجة، واللي الناس كاملة عارفة أنها محتاجة له. وعلى كل حال راشين على أن هذه السلات أنها تساعد في مواجهة هذه الظروف اللي هي، وخاصة أيام رمضان اللي الناس تعود بحاجة فيه لأنه عمنا المساعدات. تتواصل في مدينة كيهيدي عملية رمضان التي تشرف على تنفيذها مفوضية الأمن الغذائي بالتعاون مع المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر. توفر هذه العملية المواد الغذائية الأساسية بأسعار مدعومة ضمن الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين. دخلت عملية رمضان أسبوعها الثاني في مدينة كيهيدي وسط إقبال المواطنين الراغبين في اقتناء المواد الغذائية الأساسية والتي تستهلك على نطاق واسع خلال شهر صيام وبأسعار مدعومة. هذا الإجراء والذي يشمل عواصم ولايات الوطن لأول مرة يأتي ضمن سلسلة الإجراءات الحكومية الرامية إلى مؤازرة المواطنين خلال هذا الشهر الكريم وتوفير المستلزمات الرمضانية وجعلها في متناول الجميع. 25 كيلو من البصل، و25 كيلو من مارو، و25 كيلو من السكر، و25 كيلو من بومبيتا، وكيلين من سلية، وكيل من التمر، و4 لترات من دلوين. هاي حصتها لقاجي يعطي لي 17,050 وقية. لا في دعم بعض المواطن، بس على المواطن هذا رمضان فعلا الله له شهر مبارك وزين، يقير مشكلة على انه صايرت الحمد لله ياسر ويترتب ياسر من العمر، ما هو كل رقاش عنده الامكانيات، ولذلك ذي العدل بعد بالنسبة لي انا زين، حتى كون مخفض ياسر من التسعير وياسر من الناس ما يفر واحد، مو كل حد عنده قدرة على ياسر من شي زين حتى. وتشرف على عملية البيع بنصف الجملة مفوضية الأمن الغذائي ضمن شراكة مع مندوبية تآزر وبمتابعة وتنسيق من السلطات الإدارية في ولاية غرغل. العملية كما ترون الناس حالا تجي من المعصبح ونبدأ فيها من التاسعة، ويلا في الوقت المحدد نبدأ من التاسعة ونوفاو الساعة 12 زوالة، احنا نبدأ من سابق التاسعة ونستمر مرة إلى الساعة الثانية. هذا كامل محافظة على محافظة على مساعدة المواطن اللي يجي من المعصبح ويتم واقف للطابور. ونقول لك ان العملية رمضان العام ما تكلتها مفوضية الأمن الغذائي، العملية رمضان به اللي دعمتها بدكاكين أمل، زودت 90% من دكاكين أمل على مستوى ولاية غرغل، و100% على مستوى مقاطعة كيهيدي اللي فيها النقطة. هذا راجي منه عمل نتيجة بسيطة، أن يعود المواطن اللي ما عنده القدرة على الشراء سلة غذائية ب 1705 وقيات يقد يشري
من دكاكين أمل اللي بيعوا بالتقسيط. عشرات الأسر في كيهيدي والقرى القريبة منها تستفيد على مدى 4 أيام من الأسبوع من سلة غذائية متكاملة بسعر مدعوم، في وقت تعمل السلطات المحلية في غورغول على رقابة الأسواق وتثبيت الأسعار لتوفير المواد الاستهلاكية. خلال هذا الشهر الكريم، محمد علي سالك لقناة الموريتانية، مدينة كيهيدي. يبقى معنا من مدينة كيهيدي مدير مكتبنا محمد علي وللسالك. محمد علي، كيف تسير عملية رمضان على مستوى مدينة كيهيدي؟ ما هي الطرق المتبعة لاستفادة المواطنين منها؟ شكرا زملاء، تحية طيبة مشاهدينا الكرام. عملية رمضان هنا على مستوى مدينة كيهيدي عاصمة ولاية غورغول تسير في ظروف مرضية. حتى الآن تم استفادة ما يزيد على 500 أسرة بمعدل 50 أسرة يوميا، يعني 4 أيام في الأسبوع، وهو الفترة المحددة لهذا التدخل. السلطات الإدارية هنا ومفوضية الأمن القضائي تقوم بتشكيل لجنة موجودة في محل البيع بنصف الجملة من أجل متابعة سير هذه العملية، فيما يتولى المواطنون بأنفسهم تسجيل لائحة المستفيدين، وذلك ضمانا لشفافية العملية. إذن هناك إجراءات مصاحبة كذلك لعملية رمضان، يتعلق الأمر بتزويد دكاكين أمل التي تبلغ 157 على مستوى ولاية غورغول، توجد منها 52 في مقاطعة كيهيدي عاصمة الولاية، حيث تم تزويدها بشكل كامل بالمواد الأساسية. وستشرع مفوضية الأمن القضائي اعتبارا من يوم الاثنين إن شاء الله بتزويد بقية الدكاكين الموجودة في مقاطعات بود، مقامة، ومونغل. كذلك في إطار هذه الإجراءات المصاحبة والتي تهدف إلى مؤازرة المواطنين خلال هذا الشهر الكريم، ستقوم السلطات الإدارية بتنفيذ من مفوضية الأمن القضائي مطلع الأسبوع إن شاء الله بتوزيع 1500 سلة غذائية مجانية تتوزع كالآتي: بمعدل 450 أسرة في مقاطعة كيهيدي، و450 أسرة في مقاطعة بود، وكذلك 300 أسرة في كل من مقامة ومونغل. وبذلك تستفيد 1500 أسرة من هذه السلات الغذائية. كل هذه الإجراءات تهدف إلى مؤازرة المواطنين في هذه الظروف الخاصة، ومساعدتهم لتأدية الصيام في ظروف مرضية. إذن مدير مكتب الموريتانية محمد علي وللسالك في مدينة كيهيدي، شكرا جزيلا لك. إلى هنا تنتهي الفقرة المخصصة للغة الإشارة في هذه النشرة، نشكر أسماء متعثمان التي صاحبتنا خلالها. تتوفر أسواق العاصمة على أنواع مختلفة من الفواكه التي يزداد الإقبال عليها في شهر رمضان المبارك. وتختلف أسعار هذه المادة الغذائية باختلاف جودتها وتوعياتها المعروضة في السوق. ونوعياتها المعروضة في السوق. مختلفة من الفواكه في معظم أسواق العاصمة تلبية لاحتياجات المواطنين الذين يزداد استهلاكهم لهذه المادة الغذائية خلال هذا الشهر الكريم لما لها من فوائد على صحة الصائم. أكثر تشري هنا هذا الحدش، هو أكثر شيء تشري درجة من رمضان، ومانجو وبومبو أورانج، هو أكثر شيء، هو اللي أكثر شيء تروق الناس حالا. بارك الله نستفادوا منه بعد الأحياء. مارسوا بيع الفواكه خاصة البطيخ في شهر رمضان حيث يقبل عليه الصائمون بشكل أكثر من غيره. الناس يعمدوا الفواكه في رمضان وغير رمضان، غير في رمضان أكثر فيها الفيتامينات، نقولوا نحن حد عملها ما يعطش، فهمت؟ تبارك الله ما يقدر نحصى فوائدها. بضاعة هون نحن نشروا من مارسة السيد المقرب، واعرف اصل الحقيقه يا قالوا مالي نحن مو نحن والمواعرينها عندها واحد مدوك يلتو عليها ونحن مالي ما عندنا فيها شي، فهمت؟ الفواكه الله اللي تستهلك حتى يستهلك منها ياسر في رمضان يقرقع الناس ما يجابرتهم، اسعارهم غاليه حتى هم عملوا عندهم العصائر والناس تعملهم على الفطور يقر واعر. ويختلف استهلاك الفواكه باختلاف اعداد اطباقها، فلكل طريقته وذوقه في ذلك.
نحن هنا نعد أنواعا مختلفة من العصائر، ولكن الإقبال عليها ضعيف في شهر رمضان من قبل الزبناء. العصائر اللي نعد له احنا فيهم عصائر كوكتيل مشكلة، فيهم صلاد فروي كيف هاد الشكلية هذه، كيف عصائر كيف هذه، قالك مونغورونج وقالك جميع العصائر. فواكه مفيدة في رمضان زينة ما شاء الله تبارك الله، قد حد وراء الفطور تم يستعملها، لا اما يقطعها كيف تدلح ومونغو وبنان قد حد يقطعهم ياكلهم، قدموا لي عندهم عصاير كيت عصير ميلو ميكس صحي زين، وعصير الدلاح هم اللي حد شربه ما يحس بالعطش، كيفتها عصير بنان تبارك الله. وتبقى الفواكه إحدى العناصر الغذائية الضرورية للصائم، حيث تمده بالسوائل التي يحتاجها الجسم طيلة يوم الصيام. في ولاية الحوض الشرقية تعرف أسواق مدينة النعمة وفرة في المواد الأساسية واستقرارا في أسعارها، خاصة ما يتعلق بمادتي اللحوم والتمور. فريق من الموريتانيا في ولاية الحوض الشرقي تجول في سوق مدينة النعمة وعد التقرير التالي. تبدو وضعية أسعار اللحوم في عاصمة الحوض الشرقي مستقرة، ولا يشكو السوق من أي نقص في مجال اللحوم. عشرات المواشي يتم ذبحها لتزويد السوق بمادة تعتبر أساس المائدة الرمضانية، ويقبل السكان على شرائها دون تفضيل إلا في أسعارها أو ما استطاع المواطن شرائه. الناس كاملة جاي دور اللحوم، لأن الوجبة خاصة ولاية الحوض الشرقي النعمة وجبتها الأساسية هي اللحوم، لأن هذه اللحوم يتعدل منها وجبات كثيرة خاصة الوجبات القديمة، اللحوم تشوى ويعدلوا منها وجبات زينة، اللحوم العجور سواء البقر سواء البل، لأن هذه الولاية هي ولاية هي من الولاية اللي صدر منها اللحوم، والناس ما شاء الله إقبال عليها جيد جيد ما شاء الله. وبما أن اللحوم هي صلب المائدة الرمضانية، فإن التمور تأخذ حيزا كبيرا في السوق كما تفعله في نفوس الصائمين، تختلف في الشكل والسعر وتتحد في القيمة المضافة عند الصائم، فهي إلزامية عند الفطور لما لها من فوائد صحية ومكانتها في الشرع محفوظة. القطيع على التمرة، أسبع تمرات يقبلهم حد ويقطع عليهم، يقولوا الفقهاء لأنه النبي صلى الله عليه وسلم على هكذا، يقبل أسبع تمرات ويقطع عليهم وسلط من الماء وعمل الباقي عمل التعبير عقبه من الملع. ثنائية اللحم والتمر تتكرر في المائدة الرمضانية، بل إنها تتجاوز ذلك إلى فوائد صحية لتغذية الجسم بالبروتينات والسكريات الذين يحتاجهما الصائم بعد رحلة صوم طويلة، لذا يقتنيها السكان من الأسواق حتى وإن علت أسعارها، فهي لب مائدة الشهر الفضيل. بدأت المقاهي والمطاعم على مستوى مدينة واديبو تعرف انتعاشا وحيوية على وقع السمر الليلي الذي تشهده المدينة خلال ليالي رمضان المبارك. وتتيح المقاهي فرصة للقاء الأصدقاء والترويح عن النفس وتناول بعض الوجبات الخفيفة بعد أداء الفريضة وصلاة التراويح. إيقاع السمر الليلي الذي تعرفه مدينة واديبو خلال الشهر الكريم يلقي بظلاله على حركة المقاهي والمطاعم بالمدينة بعد أداء الفريضة وصلاة التراويح. يقبل البعض على المقاهي رفقة الأصحاب بحثا عن جو مختلف وترويحا عن النفس بعد صوم يوم طويل. بعض المطاعم جيدة في رمضان بالنسبة للاجتماعات، نحن نجو هنا كل ليلة نعدل الاجتماعات باجتماعات الجمعية تعود الدار ما هي ما يسان حاب هذا، وهذا يخلق الكثير من الناس اللي يجون دائما يشاهدوها يجون تعدل الاجتماعات في هذه المطاعم، وجيدة من ناحية يعني تمرق الدار ترفه عن راسك سلتو اجواء رمضان، وهذا جيد في حد ذاته. ونحن بعد الليلة فضلنا نجربوا بالقهوة ونشوفوا، كانت بعد إجبار صراحة كان زين ومشوق. والليلة قطعا علينا جينا هنا في هذا الرستوران أنا وأصحاب معي هنا شيء كان نغير جو، ما قد جابرنا مساعد بدا رمضان، والناس حكم تجابر لعقبة الصلاة عقبة التراويح، وهنا تي أصلا الناس تختار شي من هي جابر متواطع لقدرهات شي من هي يختار يجي الرستوران، ونحن الليلة قطعنا اخترنا الرستوران. ويتحدث أصحاب المقاهي عن عودة للحركة الليلية في ظل تزايد الطلب على العصائر والشاي بمختلف أنواعه ليلا. نين قرب رمضان والله جا رمضان عد الإقبال على المطعم في نهارة الأول عد لا لباس فهمتني، قال بعد شوي درك الاسبوع الاول درك هو عاد لباس شوي عاد الحكومه الامور كاملين يتحسن الحمد لله، قال بعد طيله فتره رمضان نبيعوا لا القهاوي وعصير شي اكوا شو رمضان ما شاء الله مفيده نحن هذا اهل المطاعم ما شاء الله الحمد لله الناس هون ما شاء الله تشرب عندنا العصائر انواع العصائر كاملين
ما شاء الله. ومع ما تعرفه مدينة وادب من حركية ليلية، يتزايد الإقبال على المقاهي والمطاعم رفقة الأصحاب، مشكلة بذلك فسحة ومكانا ملائما لتناول الأحاديث ضمن السمر الليلي الذي تعيش على وقعه عاصمة البلاد الاقتصادية خلال الشهر الفضيل. الفاغولي الشيباني، قناة الموريتانية، وادب. تعد محضرة أهل حيمود في قرية تنهمد التابعة لبلدية بوطلحاية بولاية ترارزة من أعرق المحاضر في المنطقة، حيث شكلت وجهة للعديد من طلاب العلم على مدى أكثر من قرن من الزمن. وتواصل المحضرة على غرار مثيلاتها من المحاضر الأهلية مسارها التعليمي الذي يتمثل في تدريس مختلف العلوم الشرعية واللغوية. قديما شدت إليها الرحال من مختلف البقاع حينما كانت مضرب المثل في جودة التعليم المحضري على مستوى المنطقة. إنها محضرة العلامة أبي الحيمود التي تأسست في بداية القرن الماضي وبقيت على حالها حتى اليوم. هروبا من عواصف العولمة ومغريات العصر، انزوى تلامذتها بين هذه الأعرشة التي بقيت صامدة هنا في قرية تنهمد، تحكي قصة صمود وصراع من أجل البقاء، حضنا دافئا وحصنا حصينا لطلاب العلوم الأصلية. المحاضرة تأسيسها كبارة من رأسها ما نعرف أنت، غير محاضرة بيبع اللي هي اسمها عنوانها هي حالة، تأسيسها لعليها أول بين 1330 تقريبا، اللي هو تقريبا يم 1910 الميلاد. وبي قرأ على والد وصلين، وقرأ على شيخ كان هون قال له المرابط الحسين ولا الأمانة، لا عالم جديد، وعقب التحق من محضرة به حتى معاه 11 سنة. تفرعت من محضرة تنهمد عدة محاضر داخل القرية حتى بات كل بيت تقريبا مشعا بالعلم والإصرار على مواصلة الخطى على مسار الأجداد. يركز المشايخ هنا على تعليم القرآن الكريم ومبادئ العقيدة والفقه واللغة العربية. ما نعرفه أنت محضرة أحمد، ما نعرفه أنت سنتات توف زمن النبي، قطعنا تلاميذ أهم الحب 400 قطعنا عدو مرة 400، وراء ذلك الصلاة الآخر يجي نقص مرة في تلاميذ يوسف. هو اللي ما يسأس حكم المحضرة سنة مع أبي مدهنين تعاوني معه، هو عنده جهان بالقرآن وجهان بالتصوف وجهان بالفقه أيضا، اللي أصلا مشاوف حول العبد الودود، هو من نفسه من فات أقرب من العلم تعلق بالقرآن العظيم ومشاوف عاد الشرق الصفرة والكحل. وتعد محاضرتها الحيمود من أوائل المحاضر في المنطقة التي لعبت دورا كبيرا في تربية وتعليم الأجيال، فقصدها مئات الطلاب القادمين من مختلف القرى والتجمعات المجاورة ومن مختلف ربوع الوطن وحتى من خارج البلاد. أجزته جميع مسموعاتي ومروياتي من منقول ومعقول وفروع وأصول، وقد صحبني 11 سنة وتلقى مني ما تلقى في غير نوم ولا سنة، مقتطف من نص الإجازة التي أخذها شيخ هذه المحضرة العلامة أبي الحيمود على العلامة يحضيه العبد الودود في بدايات القرن العشرين، ومنذ ذلك الحين تواصل عطاء هذه المحضرة حتى اليوم رغم مختلف التحديات. عبد الودود والسدنة، الموريتانية، قرية تنهمد، بلدية بوطلحاية. نظمت الاتحادية الموريتانية للكينغ فو بملعب ملاها التابع لمقاطعة تجونين الدورة الأولى من كأس عمدة البلدية. وتسعى اتحادية اللعبة من وراء هذه الكأس إلى توسيع دائرة ممارسة هذه الرياضة القتالية. 40 لاعبا من لاعبي رياضة الكونغ فو وشو بمقاطعة العاصمة، إضافة إلى فريق من الجارة السنغال، يشاركون في فعاليات الدورة الأولى لكأس عمدة بلدية تجنين في هذه الرياضة القتالية النبيلة. هذا النشاط هو عبارة عن كأس اختارت بلدية تجنين أن تنظمه في إطار جهودها للرفع من الرياضات المختلفة ولكذلك ترقية الشباب وتطوير مهاراته وخبراته ومواهبه المختلفة. الحفل المنظم بالمناسبة تم خلاله تقديم عروض متنوعة
طالت الأساليب المتعددة لهذه الرياضة القتالية. كأس العمدة والذي يساعد على كل حال في التوجهات العامة للدولة وفي تطبيق الاستراتيجية الوطنية في مجال الشباب والرياضة التي تهتم بالتأطير والتكوين والتوجيه وفي حضانة النشأ وفي توجيهه إلى ما كل ما هو نافع من قيم ومن أمور مهمة. لا يفوتكم جميعا أن الرياضة بصفة عامة أساسية ومهمة لبناء الجسم وللشخص بصفة خاصة، لا سيما الرياضات القتالية. والكونغ فو وشو تعلم أنها هي ثقافة رياضية دفاعية عن النفس. ختام الدورة الأولى لكأس عمدة بلدية تجنين في رياضة الكونغ فو وشو، مواصلة تقديم كأس الدورة للاعب المتوج، فيما سلمت ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية لأصحاب المراكز الأولى، قبل أن تقدم شهادات تقديرية للشخصيات التي ساهمت في إنجاح هذه التظاهرة. تنتعش الصالات الرياضية في نواكشوط بشكل كبير خلال ليالي رمضان، خاصة بعد تأخير ساعة حظر التجوال الليلي. وتوفر هذه الصالات أجواء ملائمة لروادها تمكنهم من ممارسة هوايتهم الكروية. هذه إحدى الصالات الرياضية وقد بدأ استخدامها أياما قليلة قبيل رمضان حسب القائمين عليها الذين أكدوا أن الأشغال فيها لم تكتمل بعد، لكنهم اضطروا لفتحها في ظل الإقبال الجماهيري المتزايد عليها، فكثيرون يقبلون على ممارسة رياضتهم المفضلة داخل هذه الملاعب الصغيرة خاصة في شهر رمضان. برما الحمد لله ناس ياسر ياسر جي ياسر ياسر الحمد لله جينا ياسر من الناس عندنا قال الضغط قا عندنا الضغط وانا بوكو ديبرسيون comment les gens jouent pendant le Ramadan, les abonnements, les sociétés. وحدنا جونا مولي pour le tournoi. داخل هذه الصالة تنظم مباريات في كرة القدم، يتنافس فيها لاعبون من مختلف الأعمار، يتوزعون على شكل فرق، فيما يكتفي آخرون بمشاهدة المباريات من المدرجات. سي بون عندنا بلاصة نفرجوا فيها عن أرواحنا، نديكومبريسو، نقضوا عنا ذاك ضغط الحياة وذاك اليومي كامل نعرقوا. الحمد لله رب العالمين سيتا زينه الحمد لله لان نصوموا وننقصوا صلوا التراوح ابري نزلوا ماتشات ونتيا فينا واحدين مابونين فينا واحدين ما عندهم ابونمون لا يقبوا ماتش لا مره يقبوا ماتش مره ما يقبوا. وتوفر هذه الصلاة لأصحابها مداخل معتبرة من خلال تسيير مباريات شبابية بتسعيرة تختلف حسب المنطقة وجودة الأرضية. داخل ما شاء الله ما شاء الله خصوصا قالوا زادوا الحضر شهر جزائر الثانيه الحمد لله ما شاء الله داخل بلا باس الحمد لله ما شاء الله الحمد لله نظموا البطولات وحد من اللي جاي من يدور ساعه مولي نكروها لهم مولي ما في مشكله ما شاء الله الحمد لله. وهو ما يفسر الاقبال الكبير للشباب للعمل في هذا المجال بغيه تحقيق مكاسب ماديه. نهايه النشره الى العناوين. رئيس الجمهورية يعود إلى نواكشوط قادما من إنجامنا بعد مشاركته في تشريع جنازة الرئيس للتشادي. مساهمة في تحسين الوضعية الصحية، وزير الصحة يشرف على تدشين منشأة صحية بمقاطعة وادانا التاريخية. وزير التجهيز والنقل يطلع ميدانيا على بعض الأشغال المنفذة من قبل القطاع في عدد من ولايات الوطن الداخلية. بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر موقعنا على الإنترنت وكذلك من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. كما يمكنهم أيضا متابعة بثنا الإذاعي في نواكشوط عبر الموجة الترددية 101.9. شكرا لكم على طيب المتابعة. اللقاء.